هنبتدي اول حاجه نتكلم عليها ازاي نختار السامبلينج تايم بتاعنا، ازاي نختار البيريود بتاعت السامبلينج بتاعتنا، وازاي ان احنا نعمل حاجه بنسميها يونيفورم سامبلينج. يونيفورم سامبلينج دي معناها ان انا هاجي على السيجنال بتاعتي اللي هي مثلا سيجنال شكلها انالوج عباره عن اكس اوف تي بالشكل ده، كونتينوس بالشكل ده كده، والسيجنال اللي هي الكونتينوس دي انا هاخدها واضربها في حاجه عباره عن دلتا فانكشنز كده، بيريودك دلتا فانكشنز، المسافه اللي بينهم بتساوي تي اس. اوكي، فالسيجنال دي اللي هي دلتا تي اس اوف تي عباره عن بيريودك دلتا فانكشنز، عباره عن دلتا فانكشنز عند 0 عند تي اس وعند 2 تي اس و3 تي اس وعند ناقص 1 تي اس وناقص 2 تي اس وهكذا، عباره عن بالسز كده بشكل يونيفورم، وفي الاخر انا باخد البالس دي اضربها في السيجنال بتاعتي عشان في الاخر اند اب بالشكل اللي هو اللي انا كنت شفته قبل كده في سيجنال سيستمز اللي هو الشكل بتاع الديسكريت سيجنال. اوكي، طبعا لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان احنا الاختيار بتاع يونيفورم سامبلينج ده طبعا احنا قصاده الاختيار بتاع نان يونيفورم سامبلينج. ليه طيب احنا نختار نان يونيفورم سامبلينج؟ لو انا عندي اقدر اخد السيجنالز منتظمه كده اكيد هتبقى افضل لي كتير جدا، لان النان يونيفورم سامبلينج ده يعني ممكن انا في اماكن اسامبل كتير، يعني في هنا مثلا سامبلز كتير او اماكن تانية سامبل قليل، وما فيش عندي اي ميزه ان انا اعمل كده الحقيقه. فاليونيفورم سامبلينج ديفينتلي افضل من النان يونيفورم سامبلينج. احنا اكشوالي البروبلمز اللي فيها المتعرض للنان يونيفورم سامبلينج بيبقى هدفنا في الاخر ان احنا ناخد النان يونيفورم سامبلينج ده ونحوله ليونيفورم سامبلينج عشان نقدر نستعمله بشكل احسن، لان النان يونيفورم سامبلينج الحقيقه معقد من نواحي كتيره الحقيقه. اوكي، فخلينا نتفق ان اليونيفورم سامبلينج عباره ان انا باخد السيجنال بتاعتي اعمل لها مالتيبليكيشن ببيريودك دلتا فانكشن بالشكل ده كده، وفي الاخر اوصل لشكل الايه ديسكريت سيجنال اللي احنا شفناه قبل كده. اوكي، او السامبل سيجنال اللي شفناه قبل كده. عايزين بقى نبتدي نحلل البروسيس دي عشان نشوف التي اس اللي هي السامبلنج بيريد بتاعه البالسز دي. اوكي، المفروض تساوي كام، وهل ان احنا اختيار السامبلنج بيريد ده بيأثر على حاجه؟ هل دلوقتي انا اكتفي بالشكل ده واقول ان هو بيعبر عن الشكل الاصلي ولا كده يبقى فيه معلومات ناقصه؟ هنكتشف ان احنا في عندنا فاليوز للتي اس دي تسمح لنا ان احنا فعليا نريبريزنت السيجنال الاصليه من غير اي لوسز خالص. عشان ندرس الكلام ده خلينا الاول نبص على الفوري ترانسفورميشن بتاع السامبلنج فانكشن. اوكي، السامبلنج فانكشن زي ما احنا شفنا عباره عن سميشن بتاع دلتا فانكشنز وكلها موجوده عند 0 و1 و2 و3 و4 تي اس، وطبعا نفس الكلام ده في النيجاتيف برضو. اوكي، فلو انا عندي حاجه بالشكل ده عايز احسب لها الفوري ترانسفورميشن، من التيبل بتاع الفوري ترانسفورميشنز انا عارف ان الدلتا اوف تي بتروح لواحد، وعارف ان الدلتا اوف تي ماينس تاو من التايم شيفت بروبرتي بتروح لاي تو ذا ماينس جي اوميجا تاو. اوكي، يبقى معنى كده انا عندي هنا تاو اللي هي الديلي بتاعتي بتساوي ان تي اس. يبقى معنى كده انا هوصل في الاخر في الفوري ترانسفورميشن بتاعي، لو خدت الفوري ترانسفورميشن بتاع السميشن ده هيتحول لي الاي تو ذا ماينس جي اوميجا في ان تي اس، وان دي بقى بتاخد زي هنا من ماينس انفينيتي لانفينيتي. اوكي، فده بالظبط كده لو انا بصيت عليه يعني ممكن اقول ان هو عبارة عن يعني مجموعة من الدلتا فانكشنز. لو انا جمعت بقى دول وشفت شكلهم بيبقى عامل ازاي هلاقي ان هم عبارة عن مجموعة من الدلتا فانكشنز. اوكي، والدلتا فانكشنز دي لها values بس عند m في twice pi على s. اوكي، لو احنا بصينا for example عند مثلا اول value هنا مثلا m بتساوي 0، كويس، m بتساوي 0، لو انا بصيت للفاليوز بتاعت كل الحاجات الموجوده عندي هنا عند اوميجا بتساوي 0، اوكي، ايه اللي هيحصل؟ انا دلوقتي لو اوميجا هنا بتساوي 0، كابيتال اوميجا بتساوي 0، هلاقي كل الاي تو ذا ماينس كذا دي، اوكي، كلها هتساوي 1. فمعنى كده سميشن بتاع وحايد من ماينس انفينيتي لانفينيتي ده يطلع انفينيتي، فيطلع لي فعلا في دلتا موجوده عند دلتا اوف اوميجا ماينس 0. اوكي، لو عملت نفس الحاجه بالظبط هي عند مثلا ام بتساوي 1، اوكي، لو الام بتساوي 1 في توايس باي على تي اس، كويس، هلاقي نفس الحاجه. لو انا ضربت الكلام ده لو هي دي بتساوي 1 يبقى الاوميجا نوت ان توايس باي على تي اس، لو خليت الاوميجا اللي هنا دي بتساوي توايس باي على تي اس ايه اللي هيحصل؟ توايس باي على تي اس معنى كده ان دي هتبقى بتساوي تي اس، طبعا هتروح مع تي اس، دي هتساوي اي تو ذا ماينس جي ان توايس باي. twice باي مضروبه في ان هي السيل زي الزيرو بالظبط، فنلاقي ان كل واحده من الفاليوز اللي زي كده هلاقي انها بالتاكيد هتخلي لي دي بتساوي 1، فالمجموع بتاعها وحايد هيطلع بانفينيتي.
ففي الاخر هنلاقي ان احنا عندنا لما يكون عندنا sampling function بالشكل ده في التايم والبيريود بتاعتها تي اس، هتروح لنا الحاجه شبهها بالظبط في الفريكوانسي دومين، بس البيريود بتاعتها بقى تبقى ايه، اوميجا اس بتساوي توايس باي على تي اس. اوكي، فسامبلينج فانكشن في التايم دومين بتروح لنا السامبلينج فانكشن في الفريكوانسي دومين ببيريود مختلف، هنا تي اس وهنا توايس باي على تي اس. طبعا احنا ممكن نبص عليها بشكل مختلف شويه، بس اما بقى البروبرتيز بتاعت الفوري ترانسفورميشن اللي احنا شفناها، السيجنال دي اول حاجه هل هي بيريودك ولا مش بيريودك؟ هي بيريودك، فمعنى انها بيريودك يبقى تكون الناحيه الثانيه سامبلد، والسامبلينج فريكوانسي بتاعها او سامبلينج بيريود بتاعتها الناحيه الثانيه هتساوي كام؟ هتساوي توايس باي على المسافه اللي هنا دي، توايس باي على تي اس. فاول حاجه انا عارف اوريدي انها سامبلد. اوكي، طيب هل هي هنا سامبلد ولا مش سامبلد؟ هنا فعلا سامبلد. معنى انها هنا سامبلد معنى كده انها الناحيه الثانيه المفروض تكون بيريودك. دي بيريودك ولا مش بيريودك؟ هي فعلا بيريودك، ونفس البيريود بتاعتنا اللي هي ايه، توايس باي على تي اس. فهنا دي سامبلد وبيريودك، والناحيه الثانيه هتبقى سامبلد برضو وبيريودك. اوكي، لو احنا بصينا بقى على اليونيفورم سامبلنج، الايفكت بتاع اليونيفورم سامبلنج جيفن الشكل بتاع السامبلنج فانكشن في الفريكوانسي دومين، انا عندي في التايم دومين السامبلنج عباره عن اكس اوف تي مضروب في السميشن بتاع الدلتا فانكشنز، او هي شكل السامبلنج فانكشن اللي احنا شفناها. لما اروح الفريكوانسي دومين المالتيبليكيشن ساين اللي موجود عندنا في التايم دومين بتروح لنا في الفريكوانسي دومين كونفوليوشن. اوكي، ونرجع للخصائص بتاعه الفوري ترانسفورميشن عشان نتاكد من دي. معنى ان انا كونفولف مع سيريز اوف دلتا فانكشنز، لما يكون عندي الاكس اوف اوميجا بتاعتي بتساوي الشكل ده كده، عند كل مكان من اماكن دلتا فانكشن دي هلاقي ريبيتيشن من الاكس اوف اوميجا دي موجوده عندها. بمعنى ان انا هلاقي هنا في عند الزيرو هلاقي في واحده، هلاقي عند اوميجا اس هلاقي واحده، هلاقي عند ماينس اوميجا اس هلاقي واحده ثانيه، ولاقي عند 2 اوميجا اس وهكذا. فهلاقي ان الشكل بتاعي ده بيتكرر لي بيريود بتساوي اللي هي اوميجا اس، اللي هي السامبلنج بيريود بتاعه السامبلنج فانكشن الموجوده عندي في الفريكوانسي دومين. اوكي، فالمسافه اللي بين دي، بين النقطه دي وبين النقطه دي، هي بالظبط بتساوي سيجما اس بتاعتي اللي هي عباره عن توايس باي على تي اس. اوكي، فدي حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان احنا طبعا لو احنا بصينا على الشكل بتاعنا ده كده بعد السامبلنج لو بقى كده، طب اوكي، طب انا لو عايز اجيب الحاجه الاصليه بتاعتي ممكن احط لو باس فلتر هنا زي ما احنا شفنا في الفريكوانسي او في الجزء بتاع الفوري ترانسفورم، واقدر ارجع دي تاني. انما لو حصل ان دي كانت قريبه كفايه انها بقت هنا، يبقى عندي مشكله ان انا ريكفر. فمعنى كده ان الجزء بتاع ان انا لاحظت ان الايفكت بتاع السامبلنج ده ان انا بكرر السيجنال بتاعتي بدل ما كانت عباره عن يعني عباره عن بالس واحده مثلا في الاوميجا في الفريكوانسي دومين، لا بقت بيريودك في الفريكوانسي دومين كمان. اوكي، فالبيريوديسي في الفريكوانسي دومين دي هي اللي بتعمل لي الايفكت بقى اللي هنتكلم عليه بعد شويه، وممكن ان هو يخلي فيه تداخل او اليسنج بتوين الايه، بتوين الفريكوانسي دومين كومبوننتس بتاعتي.